تمام كده، في حد بدأ يسجل. تمام اول عنوان زي ما اتفقنا، التصرف الارتوازي او الارتيزيان فلو، زي ما انا اتفقت معاك في الشريحة اللي قبل دي بالظبط. عايزك تزود لي بس ان انا بتكلم على الابار الابرية الويل بوينت. طيب تعالى بقى نفهم ايه بقى موضوع الويل بوينت دوت، ويعني ايه تصرف ارتوازي والكلام من ده. ما تكتبش ورايا، انا هحكي حكايه صغيره كده وبعد كده ممكن اقول لك في الاخر تكتب ايه. دلوقتي احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا عايزين ننزح المايه الجوفيه، فبصيت على نوع التربه، انا عامل جسات ومعايا القطاع الجيولوجي للتربه، فبصيت على نوع التربه لقيت ان الطبقه الحامله للميه، او يعني عايز اقول التربه اللي نفاذيتها عاليه اللي الميه هتمشي فيها، هي رمل. تمام، ولقيت في حاجة المفروض ان انت خدت فكرة عنها اسمها مقدار التخفيض المطلوب تحقيقه في منسوب المياه الجوفية، اللي هو التخفيض ده. انا عايز اخفض ده منسوب المياه الاصلي الابتدائي، ولما نزحت هخفض لغاية هنا لغاية المنسوب ده. ففرق المنسوبين دول بنسميه مقدار التخفيض المطلوب تحقيقه. المفروض ان مقدار التخفيض حقيقه دوت هو اقل من او يساوي 4.5 متر، يعني صغير نسبيا، معقول منطقي. بنستخدم نظام اسمه الابار الابرية لنسح الميه. يبقى اذا الابار الابرية ده نظام من انظمة نسح الميه الجوفية، بيبقى عظيم جدا لو التربة بتاعتك رمل ومقدار التخفيض اقل من او بيساوي 4.5 متر. جميل. طيب ايه بقى نظام الابار الابريه ديت؟ لو انا عندي مثلا خندق بالشكل ده عايز احفره، خندق طولي وعايز انزح المايه الجوفيه، بنروح ندق مجموعه الابار الابريه دي يمين الخندق، وممكن كمان يمين وشمال الخندق، على حسب بقى الديزاين اللي احنا هنتعلمه من اول السكشن الجاي. يعني اذا بعمل خط يمين بس او خط يمين وشمال حسب الديزاين ما بيقول. الخط دوت كل نقطة من دي هي بير ايبري بير ايبري بير ايبري بير ايبري ويل بوينت ويل بوينت جنب بعض كده بالشكل ده. فالراجل قال لك بص، هي الابار الابرية ديت في المعتاد بيبقى قطر الماسورة صغير قوي، من 2 ل 3 انش، والسبيسنج اللي هي المسافة الرأسية دي أو التقسيط اللي موجود ما بين البير والبير صغير أوي برضو، نتكلم مثلا في حدود 3 متر. طب وبعدين؟ قالك بص، احنا هنقدر نعتبر إن ده اسمه خط آبار، نعتبر كده إن المجموعة كلها شغالة كيونت واحدة. يعني تخيل إن كل الخط الأصفر دوت يونت واحدة عمالة تنزح المية من اليمة اليمين. فسمينا الايه المجموعة دي كلها خط ابار، طول المجموعة وسمينا. يبقى ايه الاكس اللي مرسومة هنا دي؟ الاكس اللي مرسومة هنا دي ان ده بير ابري، وعلى بعد 3 متر في كمان بير ابري، وعلى بعد 3 متر في كمان بير ابري، وعلى بعد 3 متر في كمان بير ابري، كتير قوي جنب بعض ملزقين في بعض. هما اصلا السيستم النظام الابار الابريه ده بيبقى سيستم محكم مغلق، يعني كل الابار ديت بتبقى متصله مع بعض بمضخه واحده. كل ده على فكره انا بعيد ترتيب افكارك بالنسبه لنظام الابار الابريه اللي المفروض انت خدت فكره عنها خلاص في المحاضره. فبير جنب بير جنب بير جنب بير ومسافات صغيره، قال لك خلاص الابار كلها تشتغل كيونت واحده، ونسمي المجموعه دي كلها خط ابار، طول خط الابار ده هو اكس. تمام، الكلام ده هو مجرد بس دردشه تبقى فاهم الاكس دي جت منين، وتبقى فاهم برضو ان الاثبات اللي انا هثبته دلوقتي معاك، احنا هناخد النهارده 4 اثباتات.
فتبقى فاهم دلوقتي ان الاثبات اللي انا هشرحه لك دلوقتي هو بيتكلم عن الارتيزيان فلو، ده رقم واحد. رقم اتنين ابار ابرية. رقم تلاتة ان الابار الابرية مرصوصة ورا بعض زي ما انت شفت معايا بالشكل ده، بحيث ان هي مكونة خط ابار متواصل مستمر بالشكل ده طوله اكس. طيب لو انت عاوز تكتب حاجة معينة ورايا ممكن بس تكتب المعلومة دي، لو انت عاوز تكتب حاجة ورايا همليك بس تكتب السطر ده، ان الابار الابرية قطر البير الواحد بيبقى من 2 ل 3 انش، وتكتب ما بين قوسين صغير، والتقسيط او المسافة البينية اكتبها زي ما انت عاوز، والمسافة البينية بين البير والتاني 3 متر او في حدود 3 متر ما بين قوسين برضو صغير، وبالتالي بيمكن اعتبار الآبار الإبرية أنها تعمل كيونت واحدة. اكتبها كده كيونت واحدة، نسميها خط آبار وطول خط الآبار يساوي إكس. تمام، تعالى بقى نبص احنا كده فهمنا يعني ايه آبار إبرية وايه المسافة إكس دي. طيب ايه بقى التصرف الارتوازي؟ قال لك يا باشمهندس بيبقى سريان المية في طبقة الرمل. هي فين طبقة الرمل؟ طبقة الرمل اهي، هي دي، وسريان المية اهو اللي هي الأسهم اللي معمولة. فقال لك سريان المية في الرمل بحيث إن طبقة الرمل تكون محصورة بين طبقتين غير منفذتين، يعني ده مثلا كلاي، هنا كلاي وتحت هنا كلاي، بس بشرط، الشرط ده مهم جدا، إن ارتفاع المية داخل خط الآبار اللي هو الـ HE اللي هو الارتفاع ده لغاية هنا، ارتفاع المية داخل خط الآبار يكون أكبر من سمك الطبقة الحاملة اللي هو الـ D. لازم يكون الـ HE من هنا لهنا لازم يكون أكبر من سمك طبقة الرمل اللي هو الـ D اللي هو من هنا لهنا. يبقى بمنتهى البساطة سريان ميه في الرمل محصور بين طبقتين غير منفذتين، بس ارتفاع الميه جوه داخل الابار بعد النزح اللي هو الاتش اي اكبر من سمك الطبقه الحامله. يعني انت ممكن تجي لي هنا برضو تكتب لي ان الاتش اي اكبر من الدي كابيتال. تمام كده انت عرفت يعني ايه تصرف ارتوازي، وعرفتك ان الحالة اللي قدامك ديت وقلت لك اكتب ورايا ان هي للويل بوينت لآبار إبرية. السلايد الجاية ديت هنبدأ بقى نثبت حاجة اسمها التصرف او الديستشارج فلو. هو انا علشان اعمل ديزاين علشان اعرف انا محتاج كام بير والمسافة ما بينهم، هو الديزاين ده ايه؟ الديزاين ده ان انا اعرف انا محتاج كام بير والمسافه البينيه بين البير والتاني قد ايه. طيب بتحتاج كام بير دي على اساس ايه؟ بالعقل كده تخيل معايا، والله لو الميه اللي انا عايز انزعها كبيره عدد الابار هيكبر، لو التربه نفاذيتها عاليه عدد الابار هيكبر، لو الميه اللي انا عايز انزعها قليله عدد الابار يصغر، وهكذا. طيب ماشي، احنا عاوزين بقى معادلة اعرف منها التصرف الكيو عشان اعرف المية اللي انا عاوز انزعها دي كتير ولا قليلة. عايز رقم، انا عايز اعمل ديزاين فعايز رقم. فقال لك خلاص نثبت دلوقتي بقى التصرف
الناتج عن مجموعة آبار إبرية بتشكل خط آبار طوله إكس. يبقى إذا أنت لو عايز تكتب ورايا السطر ده، السلايد دي بنعمل فيها إيه دلوقتي؟ بنستنتج الفلو أو الديستشارج فلو أو التصرف بالعربي الناتج عن مجموعة خط آبار إبرية طوله إكس. ده لو أنت عاوز تكتب ورايا السطر دوت اللي هو الاستنتاج اللي إحنا هنتكلم عليه دلوقتي. وعرفتك أنا ليه بحتاج أصلا أستنتج المعادلة، لأن هي دي معادلة الديزاين بتاعتي. تعالى بقى ندخل على الديزاين، أو أنا آسف، على الإثبات أو البروف، واللي بدايته دايما واحدة. أنا هفهمك البروف أصلا مش هتبقى محتاج تحفظه. خلي بالك الاستنتاجات دي مطلوبة منك يعني، وممكن تتطلب في الامتحان. يعني بيني وبينك كده، بعيدا عن الامتحان، هي ما بتجيش كتير، أو ما ب... يعني غالبا مش بتيجي، بس أنت قدام الدكاترة وقدام الامتحان أنت مطلوبة منك. البداية اللي هنطلع بيها في كل اثبات كيو بيساوي اي في، معادله الاستمراريه. المفروض ان انت عارف المعادله دي اصلا من الميه والقصص دي. الكيو الفلو او الديسشارج او التصرف بيساوي اريا في فيلوسيتي. الاريا دي او الفيلوسيتي الاول سرعه سريان الميه، سهله. الاريا المفروض ان دي تعرفها بالعربي لو انت عايز تكتب ورايا مساحه المقطع العمودي على اتجاه سريان المية. لو ما انتش فاهم هنفهم في الرسمة دلوقتي. مساحة المقطع العمودي على اتجاه سريان المية، تمام. بس دي الطلعة بتاعت كل اثبات. احنا هنعمل ايه بقى؟ اكتب لك ملاحظة كده لو عايز تكتب ورايا. بص، في كل اثبات يا باشمهندس هنشوف الفي دي بتساوي كام والاريا دي بتساوي كام ونعمل تكامل. بس دي فكرة الإثباتات كلها. يعني لو عايز تكتب فكرة الإثبات ورايا كده، بناخد شريح. ده رقم يعني أول حاجة بناخد شريح. نروح نحسب السرعة أو الفي بكام. يبقى أول حاجة ناخد شريح. تاني حاجة نحسب في. تالت حاجة نحسب ايه. رابع حاجة نكامل. يبقى فكرة الإثبات تاني، آخد شريحة، أحسب V، أحسب A، أكامل. طب تعالى واحدة واحدة بقى. أول حاجة نحسب الأول الـ V. قال لك الـ V درسي بتاع نفاذية. قال إن الـ V بيساوي كيف I. ماشي، يبقى ده أنا كده حسبت الـ V خلاص. طب وبالنسبة للإيه؟ قال لك ثانية واحدة بقى، عشان أنا لسه المقطع العمودي على اتجاه سريان المية. هو فين سريان المية؟ إيه الأسهم دي؟ دي طبقة الرمل الحاملة للمية، المية ماشية كده. طيب تخيل بقى المسألة بتاعتك 3D. فين بقى القطاع العمودي على اتجاه سريان المية؟ شايف اللي أنا عمال أظلل عليه ده؟ لو انا بقى جبت القلم الاحمر ورسمت بقى عمودي على الورقه لجوه القطاع اهو، ما هي الطبقه دي مكمله لجوه. فاذا القطاع دوت في 3D هو العمودي على اتجاه سريان الميه، تبقى بتساوي ايه؟ ده مستطيل، مساحته هتبقى طول في عرض. العرض ده هو ايه؟ الدي كابيتال. طب والطول؟ الطول هو اكس. يبقى انا عندي دلوقتي مساحة المقطع اللي المية ماشية فيه بيبقى شكل مستطيل، ابعاده دي في اكس، تمام. طيب نيجي بعد كده بقى على الترم اللي هو الاي ده.
قلت لك السكشن اللي فات ان الاي ده الميل الهيدروليكي طبقا لقانون دارسي، بيساوي الميل الهيدروليكي ده بيساوي دلتا اتش على دلتا ال، الضغط المسبب للسريان على مسافة السريان، يبقى الاي بتساوي دلتا اتش على دلتا ال. طيب احنا كل ده ما شفناش الشريحة اللي انا خدتها وهنكملها، ما انا الشريحة ديت بقى هي اللي هجيب منها الدلتا اتش على الدلتا ال دي. قال لك بص، لو انا خدت الحتة الصغيرة دي اللي انا معلم لك عليها وعملت عليها زوم، الضغط المسبب للسريان هو الدلتا اتش، ومسافة السريان هي الدلتا واي، او اللي هي يعني اللي مسمينها هنا دلتا واي. حيث ان الشريحة دي انا واخدها على بعد واي من خط الاي او من البير الابري، يبقى اذا السطر اللي بعد كده بنقول ان الاي بيساوي دي اتش باي دي واي. خلي بالك الاثبات هنا خلص خلاص. ليه؟ خلاص زي ما انا قلت لك بقى، بكتب خلاص ان الكيو، بكتب الاريا، الاريا اللي لسه مطلع ان هي دي في اكس، ادي دي اكس، بكتب الفيلوسيتي، الفيلوسيتي عباره عن كي في الاي، والاي عوضنا عنها بدي اتش باي دي واي، نبدا نفصل ونكامل. فالراجل ودى الدي واي الناحيه الثانيه وجاب الدي اكس كي، جابهم هنا في المقام وبدا يكامل. طيب لما يجي يكامل الدي واي اللي هي المسافه واي ده، اهي حدود التكامل بتاعته بكام؟ قال لك من صفر اللي هو من هنا لغايه ال اللي هو لغايه هنا. قال لك بس ثانيه واحده، هي ايه ال دي اصلا؟ ال دي بكام اصلا؟ يعني ال ال دي افهم بس هي ايه، ايه ايه هي ال ال؟ قال لك ال ال دي اكتب ورايا كده او علم عليها وخد دوريه واكتب عليها، هي المسافه لاقرب مصدر ميه، المسافه لاقرب مصدر ميه. سواء بقى ترعة، مصرف، المهم ان ده اقرب مصدر ميه. تمام. طيب طب بالنسبه بقى للدي اتش هكملها، وحدود التكامل من كام لكام؟ قال لك الدي اتش اللي هو الارتفاع هنكمل من الاتش اي اللي هو منسوب الميه بعد النسح لغايه الاتش كابيتال اللي هو منسوب الميه الابتدائي الاصلي، بكامل من هنا لغايه هنا. تمام. كامل تكامل الدي اتش على فكره بالاتش وتكامل الدي واي بالواي، فهو كامل الدي اتش بحطها اتش وهيعوض بحدود التكامل، تكامل الدي واي بواي وهيعوض بحدود التكامل. ظبط بقى مسالتك، يعني هات بقى الكيو في طرف لوحدها والباقي كله في طرف لوحده، هتلاقي ان المعادله بتقول لك كيو بيساوي كي دي اكس على ال في الاتش كابيتال ناقص الاتش اي. على فكرة معادلة منطقية جدا، يعني بتقول لك ان في علاقة طردية ما بين التصرف والكي، كل ما التربة تبقى معامل النفاذية فيها عالي كل ما التصرف يعلى، منطقي. يقول لك كل ما سمك الطبقة الحاملة للمية اللي هو الدي يكبر كل ما التصرف يكبر، برضو الكلام ده منطقي وهكذا، فالمعادلة منطقية جدا. المعادلة ديت معادلة الايه؟ الارتيزيان فلو ويل بوينت بير ابل. كده انا خلصت معاك اول عنوان من العناوين الخمسة اللي احنا هنتكلم عنهم النهاردة في السكشن. بالمثل بقى هنتكلم العنوان الثاني والثالث والرابع، القصة كلها عبارة عن تكرار بس مع اختلافات بسيطة. تعال ندخل على العنوان الثاني، الجرافيتي فلو، تصرف الجاذبية، وبرضه هتكتب للويل بوينت للآبار الإبرية. بقى خلاص أنا اتكلمت معاك قبل كده خلاص وتعبت معاك مرة، يعني إيه خط آبار ويعني إيه إكس والكلام ده كله. تمام؟ تمام. ايه بقى الاختلاف اللي حصل؟ انا قلت لك الكلام متكرر مع اختلافات بسيطه.
الاختلاف اللي حصل نوع التصرف نفسه. احنا لسه في الآبار الإبرية، نفس النظام، نفس نظام النسح، بس التصرف نفسه اختلف، بقى اسمه تصرف جاذبية. ايه بقى الفرق؟ قال لك تصرف الجاذبية هو سريان المية في طبقة الرمل، بس المرة دي طبقة الرمل مش محصورة بين طبقتين، لا ده هي بترتكز بس على طبقة غير منفذة. التصرف الارتوازي اللي هو التصرف اللي فات كان طبقة رمل محصورة بين طبقتين، وكان في شرط كده قلت لك اوعى تنساه، ان الاتش اي اكبر من الدي. هنا بقى لا، ده طبقة الرمل مرتكزة بس على طبقة غير منفذة، مش محصورة، مش متكتفة. التصرف ده بنسميه تصرف جاذبية. بس كده، هو ده التعريف. وانت فهمت يعني ايه ابار ابرية، ويعني ايه خط ابار، ويعني ايه اكس. تعالى بقى ندخل على الاثبات. تكتب ورايا برضه يا باشمهندس، واحنا عايزين نثبت ايه؟ عايزين نثبت نفس الكلام، حساب او استنتاج معادلة لحساب، استنتاج معادلة لحساب التصرف او الفلو او الديستشارج فلو الناتج عن خط ابار ابرية طوله اكس ونوع التصرف تصرف جاذبية. تمام قوي. تعالى ندخل الدخلة بتاعتنا اللي احنا مش هنستغنى عنها. كيو بيساوي اي في. احنا قلنا خطوات، اول حاجة يا باشمهندس ناخد شريحة على بعد واي، تاني حاجة نحسب في، تالت حاجة نحسب ايه، رابع حاجة نكمل. خلاص الدخلة بتاعتنا كيو بيساوي اي في. الفي دي ما بتتغيرش طول العمر، درس هيفضل يقول لك طول العمر ان الفي بيساوي كي في اي. طب الاريا بقى، قال لك لا ثانية واحدة، لما اجي ابص على الرسمة هنا هلاقي ان المقطع العمودي على اتجاه سريان المية زي ما انا برضو رسمتها لك في التصرف الارتوازي عشان نتخيلها. تعالى ناخد المستطيل اهو بتاعنا اللي هو العمودي على اتجاه سريان المية. المستطيل ده طول في عرض برضو، طب الطول بيساوي كام؟ بيساوي اكس، متغيرش. طب العرض بيساوي كام؟ العرض في التصرف الارتوازي كان ثابت، كان في طبقة رمل بين طبقتين غير منفذتين، وكان العرض ثابت بيساوي دي. هنا العرض ما هوش ثابت، ده بيساوي اتش سمول. لو انا خدت الشريحة هنا هيبقى ده العرض، لو خدت الشريحة هنا هيبقى ده العرض، لو خدت الشريحة هنا هيبقى ده العرض. يعني الاتش سمول دي متغيرة، بقت فاريبل، بقينا هنكملها دلوقتي، ما بقتش ثابتة زي المسألة اللي فاتت اللي هو الدي. تمام. طيب يبقى إذا لو أنا عاوز أشوف مساحة المقطع قال لك اتش في اكس، صعوبة بس الجرافيتي فلو عن الارتيزيان فلو إن دايما الاريا مساحة المقطع دي بتبقى متغيرة في الاتش، لأن الاتش بتتغير. تمام. طيب الاي كالعاده هي دلتا اتش باي دلتا واي، جت برضو من ان انا خدت الحته ديت وعملت عليها الزوم اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، وقلنا دلتا اتش على دلتا واي اللي هو الميل الهيدروليكي. خلاص زي ما انا قلت لك خطوات ثابته في كل الاثباتات، الاري عباره عن اتش اكس، والفي عباره عن كي دلتا اتش على دلتا واي. تعالى بقى نفصل ونكامل. فصلنا، جينا نكامل، لقينا تكامل الدي واي من صفر ال ال. خلاص بقى انا عرفتك يعني ايه صفر ويعني ايه ال. ال اللي هي المسافة من هنا لغاية اقرب مصدر مية اللي هو لغاية هنا، دي ال ال. وهنكامل المرة دي اتش من ال اتش اي لل اتش، حدود التكامل كالعادة برضو من اتش اي لل اتش. تعالى بقى نكمل تكامل الدي واي، هيبقى بواي من صفر ال ال،
تكامل ال H هيبقى H سكوير على الاتنين، وبنعوض بحدود التكامل من H E ل H كابيتال. طيب تعالى بقى نعوض بحدود التكامل، يبقى H كابيتال تربيع على 2 ناقص H E سمول تربيع على 2 بيساوي Q على K X في ال L. ظبط شكل المعادلة بتاعتك هتلاقي ان المعادلة النهائية بتقول ان ال Q بيساوي K X على 2 L H تربيع ناقص H E تربيع. هتلاقي عندك في الملف البي دي اف لو انت طبعت الملف اللي انا نزلته لك امبارح الاتنين دي مش موجوده، زودها لي بعد اذنك عشان هي غلطه في الايه في البي دي اف اللي معاك. الاتنين دي لو مش موجوده معاك حطها. تمام، يبقى دي هي المعادله. لو عايز تكتب كده جنبها ملحوظه صغيره، المعادله دي ايه؟ ارتيزيان، لا انا اسف بقى، الجرافيتي فلو والبوينت. يبقى انا استنتجت المعادله اللي فاتت كانت ارتيزيان فلو والبوينت، المعادله دي جرافيتي فلو والبوينت. تمام قوي، تعال ندخل على العنوان الثالث. هنتكلم بقى عن، ارجع بس السلايد اللي قبلها ثواني. تمام رجعت اهو، انت عشان تنقل يعني حاجة؟ هكتب بس الصيغة النهائية. طيب ماشي. طب تمام، شكرا يا هندسة. الموضوع الثالث بقى والعنوان الثالث كده، احنا خلصنا اول عنوانين. العنوان الثالث الكلام بيتكرر بقى، رجعنا تاني للارتيزيان فلو، بس المرة دي نظام النسح مش ابار ابرية، ده البير العميق الديب ويل. فكالعادة خليني الاول اعرض معاك ايه برضو يعني ايه ديب ويل. زي ما انا اتكلمت معاك في اول سلايد خالص يعني ايه ويل بوينت وبير ابري، نفهم برضو يعني ايه ديب ويل. برضو الكلام ده انت المفروض خدته وانا بعيد ترتيب افكارك مش اكتر. الديب ويل ده بير عميق، دي شويه دردشه وهي اقول لك تكتب ايه في الاخر، يعني سيب الاله وانت بتكتب ورايا. البير العميق دوت بنستخدمه امتى او بنستخدم النظام ده امتى؟ برضو لما تبقى التربه بتاعتك اللي الميه بتمشي فيها تربه رمل، بس المره دي المقدار المطلوب التخفيض المطلوب اللي انا اتفقت معاك اللي هو من هنا لغايه هنا، مقدار التخفيض المطلوب كبير، انا عايز اخفض الميه كتير اكبر من 4.5 متر بكتير كمان، لان في نظام متوسط كده وسطاني ما بين الويل بوينت والديب ويل، نظام اسمه المالتي ستيج ويل بوينت. سيبك منه بقى ارجع للمحاضره، خلينا دلوقتي في الديب ويل. هما اشهر نظامين الويل بوينت والديب ويل. فالديب ويل ده التربه بتاعتك رمل، يبقى هو احد طرق نسح المياه الجوفيه اذا كانت التربه الحامله للميه رمل، ومقدار التخفيض المطلوب اكبر من 4.5 متر. طيب ايه بقى سيستم الديب ويل ده؟ قال لك بص، الديب ويل بقى عكس الابار الابريه خالص، ده أولا بير عميق كبير طويل، البير نفسه عميق قوي، ده مقارنة بالويل بوينت. يعني تاني حاجة، البير نفسه قطره كبير لدرجة ان انا في الاثباتات هبدأ ادخل معايا نص قطر البير. خلي بالك في الويل بوينت انا قلت لك الويل بوينت او البير الابري قطره من 2 ل 3 انش، قطره صغير وما كانش بيدخل في الحسابات، مش مؤثر، ما كانش بيأثر على معادلة حساب التصرف. هنا لا، قال لك ده بير عميق عمقه كبير قطره كبير، فبدأ يدخل معاك قطر البير. هتلاقي برضو عندك هنا غلطة صغيرة قوي، ان الار ويل اللي هو نص قطر البير ده مش مفيش جنبها الاتنين، اصل ده القطر كله
فلازم يبقى 2 ار ويل، زود الاتنين دي عندك. طيب ده في نفس الوقت يا باشمهندس لما بنيجي نرسم المسألة بتاعتنا بنلاقي ان كل بير والبير اللي بعديه، ما هو هيبقى خط ابار برضو، بس البير والبير اللي بعديه المسافة البينية كبيرة جدا. كبيرة يعني ايه؟ لا كبيرة، ممكن توصل 10 متر مثلا، 7 متر، 8 متر. طب عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان هنا كل بير شغال لوحده، انسى بقى كلمة خط الابار طوله اكس ده، هنا كل بير شغال لوحده، وكل بير بينزح المية في اتجاه قطري. يعني ايه؟ يعني هو عمال ينزح المية من جميع الجهات حواليه كده في اتجاه قطري زي ما انت شايف كده. خلي بالك الرسمة دي بلان، انا باصص من فوق، الرسمة دي اللي على الشمال دي انا باصص من فوق البلان ده، البير اهو وعمال ينزح في اتجاه دائري كده قطري من النواحي كلها. دي المقدمة بس اللي انا كنت عاوز ايه اقول لك عليها. عايز تكتب ورايا اكتب ورايا، ان نظرا ان البير العميق نص قطره كبير والمسافة البينية بين البير والتاني كبيرة، واكتب لي ما بين قوسين مقارنة بنظام الآبار الإبرية، ففي هذه الحالة بنتعامل مع بير واحد وليس خط آبار طوله إكس. حيث أن كل بير بيعمل كبير مستقل، خلاص هو الآبار ما بقتش شغالة كيونت واحدة، هو كل بير شغال لوحده بس. ده كده فكرة الآبار العميق. الإثبات بقى الارتيزيان فلو، سريان الميه في طبقه الرمل المحصوره بين طبقتين غير منفذتين، والشرط بتاعك ارتفاع الميه داخل البير العميق اللي هو اتش اي اكبر من سمك طبقه الرمل اللي هو الدي. تمام يا باشمهندس. طيب ده التعريف. طب كالعاده ندخل نجيب الإثبات. هي العلامة دي مش عارف هي مالها باظ كده ليه، بس عموما السهم ده معناه كيو اللي هو التصرف، يعني كيو كابيتال اللي هو التصرف. تعالى قبل ما ندخل على الإثبات برضو أفهمك إيه الإثبات اللي إحنا بنحسبه ده، فتكتب ورايا برضو. ده استنتاج، استنتاج معادلة لحساب التصرف الناتج عن بير عميق. وخلي بالك من الالفاظ قوي، بقول لك بير، بير واحد، بير عميق، ونوع التصرف ارتوازي. يبقى المعادله الثالثه اللي انا عايز استنتجها دي هي معادله حساب تصرف ناتج عن بير عميق واحد ونوع التصرف ارتوازي. وندخل دخلتنا المعروفة Q بيساوي AV. ندخل نحسب ال V بقانون دارسي KI. تعالى بقى نشوف المساحة. المساحة بقى المرة دي اللي هو مساحة القطاع العمودي على اتجاه سريان المية، كان زمان مجموعة خط الآبار الإبرية. أنا كنت بقول لك لو أنا عندي خندق، فمثلا عندي ده خط الابار اللي هو الخط التاني ده، كل مسافه صغيره فيه بير اللي هي الاكسات مثلا دي، معلش بقى عذرا يعني على النعكشه دي، فقلت لك ده خط ابار طوله ايه؟ طوله اكس، وكان بيتم نسح الميه من اليمه اليمين، فكان انا كل ده باصص من البلان من فوق،
فكان ده اتجاه سريان الميه. كل ده انا باصص فوق من البلان. فكان القطاع العمودي على اتجاه سريان الميه هو الطول ده كله اللي هو الاكس في العرض اللي هو الدي، اللي هو كان بيبان بقى في الرسم ال 3 دي لما احنا كنا رسمناها 3 دي. طب ماشي، ده في ايه؟ في الابار الابريه. انا المشكله هنا ان انا المره دي ده هو بير واحد، والبير الواحد بيحسب او بينزح الميه في اتجاه قطري من كل النواحي كده. طب وبعدين؟ قال لك الشريحه اللي انت تاخدها يا باشمهندس على بعد المره دي بنسميه ار. سميناه ار ليه؟ اصل انا بسحب دلوقتي وانزح الميه من اتجاه قطري، ار جايه من نص ده يعني نص قطر. دي كانت واي في الابار الابريه. طيب القطاع اللي انت هتاخده دوت لما تيجي تبص على البلان هتلاقيه هو القطاع ده او الشريحه، انا اسف، دي الشريحه اللي انت هتاخدها عشان تكملها، هتلاقي ان هي دي الشريحه اللي انت خدتها. طيب الشريحه دي بقى علشان تحسب مساحه الايه، القطاع العمودي على اتجاه سريان الميه، الشريحه دي في الثري دي شكلها ايه؟ قال لك لو انت تخيلتها معايا كده ان ده البلان وده الفيجن مثلا، المفروض ان انت تبقى بدات تستنتج ان الشريحه دي عباره عن اسطوانه. طول ما انا باصص من فوق اهو هشوف الايه، الدايره الصفراء دي او الشريحه الصفراء دي. لما ابص من الجنب هلاقي وهبص هلاقي ايه، الشريحه بالمنظر ده. طيب يبقى اذا الاسطوانه دي لو انت بقى عاوز تحسب مساحه القطاع العمودي على اتجاه سريان الميه، المفروض من التخيل كده تبقى انت بدات تلاحظ ان هي المساحه السطحيه الجانبيه للاسطوانه، والميه عماله تيجي تضرب في المساحه من كل من كل الجهات. انا لسه قايل لك ان الكلام ده من كل الجهات. فمساحه القطاع العمودي على اتجاه سريان الميه هي مساحه سطحيه جانبيه للاسطوانه. الاسطوانه دي هي الشريحه بتاعتي اللي انا واخدها وبكامل عليها وعلى بعد ار سمول. ماشي، بس اخر حاجه تاخد بالك بس من التركه الصغيره دي، هو انا هتعامل مع المساحه السطحيه الجانبيه كلها يعني الاتش كلها من هنا لهنا؟ لا، انا هتعامل مع الدي بس اللي هو سمك طبقه الرمل اللي الميه ماشيه فيه. ما هي الميه مش ماشيه هنا، خلي بالك ده هنا في طين، الطين غير منفذ، عمليا الطين غير منفذ، فالميه مش ماشيه هنا، ده الميه ماشيه في الرمل بس. طيب يبقى اذا لما احب احسب الايه، مساحه اسطوانه، مساحه سطحيه جانبيه للاسطوانه، طب المساحه السطحيه الجانبيه للاسطوانه دي عباره عن ايه؟ عباره عن المحيط في الارتفاع. طب المحيط بيساوي كام؟ بيساوي 2 باي ار، حيث ان الار هو نص قطر الاسطوانه. طب والارتفاع بيساوي كام؟ الارتفاع هو الدي كابيتال اللي هو الارتفاع اللي الميه ماشيه فيه اللي هو سمك طبقه الرمل. دي كانت اصعب حاجه في الاستنتاج. بقيه الاستنتاج زي ما احنا، حد عايز يسال في حاجه؟ في حد شغل المايك؟ ايوه يا باشمهندس لو سمحت، ممكن حضرتك بس تعيد اللي فات؟ الحساب المساحه صح؟ اه طيب ماشي مفيش مشكله، حاضر. احنا اتفقنا دلوقتي ان ده بير عميق. البير العميق ده احنا اتفقنا ان هو كل بير شغال لوحده، ما بقاش مجموعه خط ابار. فالبير العميق دوت لما بيجي ينزح الميه بينزحها في اتجاه قطري، يعني بينزح الميه كده عمال يسحب الميه عليه، الميه عماله تروح له كده من كل الجهات. تمام، فلما باجي اخد شريحه، المره اللي فاتت انا كنت باخد شريحه كانت واخده شكل مستطيل اللي انا كنت بكامل عليها، وكانت مساحه القطاع عباره عن دي في اكس.
هنا الشريحه اللي انا هاخدها لازم تبقى شريحه دائريه. الشريحه الدائريه ديت من البلان تبان كده بالمنظر ده، دايره في الاليفيجن هي الشريحه دي. طب الشريحه دي بقى شكلها في الحقيقه ايه؟ في 3 دي بقى الدايره دي من البلان والخط ده من الاليفيجن يترجموا في 3 دي لاسطوانه. يعني انا لو حبيت ارسم مساله 3 دي، تخيل كده ان البير اهو، ده البير وحواليه انا واخد شريحه على شكل اسطوانه، والميه البير عمال ينزعها من جميع الجهات كده. فلما ابقى حابب احسب بقى المساحه اللي هي ايه، اللي هي مساحه القطاع العمودي على اتجاه سريان الميه، اللي هي المساحه السطحيه للاسطوانه، ما هي الميه عماله تدخل هنا من جميع النواحي زي ما احنا اتفقنا. فهنلاقي ان المساحه العموديه على اتجاه سريان الميه هي المساحه السطحيه الخارجيه للاسطوانه. طب ومساحه الاسطوانه دي عباره عن ايه؟ عباره عن محيط في ارتفاع. لما تحسب المحيط وتضربه في الارتفاع يديك المساحه السطحيه. بس قلت لك خلي بالك المحيط سهل 2 باي ار. طب والارتفاع؟ هل اخد الارتفاع كله اللي هو الاتش كلها من هنا لهنا؟ ثانيه واحده بس نمسح. هل اخد الارتفاع كله اللي هو الاتش من هنا لهنا؟ قلت لك لا، اخد الارتفاع اللي الميه ماشيه فيه اللي هو الارتفاع ده اللي هو الدي اللي هو من هنا لغايه هنا بس كده. بقت معقولة ولا؟ أيوة تمام يا باشمهندس، شكرا. طب العفو. يبقى دي كانت أصعب حاجة في الاستنتاج والحمد لله فهمناها. يبقى الأريا عبارة عن مساحة اسطوانة، اكتب جنبها بس مساحة اسطوانة عشان تفكرك، محيط في ارتفاع 2 باي ار دي. الاي كالعادة هو ضغط مسبب للسريان على مسافة السريان، يعني دلتا اتش بس المرة دي على دلتا ايه؟ دلتا ار. المرة دي مسافة السريان ما سميتهاش دي واي، سميتها دي ار. خلاص كل اللي احنا هنعمله بقى هنعوض عن الايه كالعادة 2 باي ار دي، ونعوض عن الفي كي دي اتش باي دي ار، نبدأ نفصل ونكمل. طيب فلما نيجي نفصل ونكمل هلاقي ان هكامل واحد على ار دي ار، حدود التكامل بتاعتي منين؟ قال لك ارويل. فاكر زمان الارويل دي كان مكانها صفر، كانت حدود التكامل زمان في الابار الإبرية من صفر ال. هنا لا، تلاحظ بقى ان عشان البير بقى قطره كبير فدخل معاك في الحسابات نص قطره، فبقينا بنكامل من الارول لغايه ار كابيتال. فتيجي تسالني تقول لي يا باشمهندس ايه الار كابيتال دي؟ كانت في الاثباتات اللي فاتت ال، وقلنا ان هي المسافه الاقرب مصدر ميه. الار دي حاجه اسمها radius of influence، نص قطر تاثير البير. يعني ايه؟ يعني بعد ما تمشي مسافة الار، او بعد ما تمشي المسافة دي من البير بتاعك اللي هو مكانه هنا، لما تمشي لغاية هنا بيبقى عمل البير انتهى. يعني ايه عمل البير انتهى؟ يعني خلاص تلاقي ان منسوب المية بعد النسح هو نفسه منسوب المية قبل النسح. يعني ايه برضو؟ بص انت البير اهو، البير هنا بدأ ينزح مية، فشكل منسوب الميه بعد النسح بياخد الشكل البارابوليك ده، بياخد الشكل المنحنى ده. اول ما المنحنى يوصل للمنسوب الاصلي اللي هو المنسوب الاصلي ده
عند النقطة دي باخد خط رأسي كده وأقول إن المسافة دي هي نص قطر عمل البير، يعني بالبلدي هو نص القطر الذي ينتهي من بعده عمل البير. خلاص بعد نص القطر ده بيبقى منسوب المية واقف في مكانه، منزلش ولا ارتفع ولا أي حاجة، هو منسوب المية زي ما هو أصلا ما تغيرش، يعني كأن البير أصلا مش موجود في الحتة دي. فهو ده الزون اللي البير بيخدمها، اللي هي برضو في البلان الار كابيتال ده. يعني كل اللي أنا معلم عليه بعد الدايرة الكبيرة دي اللي هي الار كابيتال، بعدها كل اللي أنا معلم عليه ده المية في البلان، المية منسوبها هو نفس منسوبها الطبيعي، منزلش، كان انتهى عمل البير. تمام، اللي عنده سؤال عادي يسأل. دي النقطة بس أنا حبيت بس أوضح لك يعني إيه نص قطر دايرة التأثير. دايرة التأثير دي من بعدها انتهي، ما بيقدرش يسحب مية من بعد نص القطر ده. تمام، يبقى انا بكامل الواحد على الار من الار ويل للار كابيتال، وبكامل الدي اتش من الاتش اي للاتش كابيتال. وافكرك بقى تاخد لي دايريه او دايره على الجزء ده، وافكرك تكامله ازاي بقاعده جميله جدا بتوع التكامل قالوا لنا زمان. تكتب ورايا القاعده، بتقول لو المقام بتاعك تفضله موجود في البسط، إذن التكامل هو لن المقام. لن، فاكر لن ولوج والكلام ده؟ لن. يبقى تاني لو بتكتب ورايا، تاخد دايرة على الجزء ده وتكتب إذا كان المقام تفضله موجود في البسط، فإذن التكامل بيساوي لن المقام. هو المقام فين؟ المقام هو ار. طب تفاضل ار بكام؟ بواحد. يبقى واحد على ار، اذا واحد على ار دي محققه القاعده بتاعتك، يبقى تكامل واحد على ار هو لن ار. وحدود التكامل بتاعتك من ار ويل لار كابيتال، تكامل الدي اتش باتش، وحدود التكامل بتاعتك من الاتش اي للاتش كابيتال. خلاص نعوض بحدود التكامل، هيبقى لين ار كابيتال ناقص لين ار ويل اتش كابيتال ناقص الاتش اي. القاعده الثانيه بس اللي انا حابب افكرها لك، ان لما يبقى عندك لين ناقص لين ار ناقص لين ار ويل، بتقدر تقول ان الكلام ده بيساوي لين ار كابيتال على الار ويل. لو عايز تاخد برضو عليها دوريه وتروح على الجنب كده، هتكتبها كالآتي: إن مثلا لين إكس ناقص لين واي، أي متغيرين يعني، الكلام ده بيساوي لين إكس على واي. يبقى تاخد دورية على الجزء ده وتقول وتكتب لنفسك، تذكر بفكرك بس بقاعدة رياضية، إن لين إكس ناقص لين واي الكلام ده بيساوي لين اكس على واي. اظبط بقى شكل المعادله بتاعتك، هات الكيو في طرف والباقي كله في طرف، هتلاقي ان المعادله 2 باي دي كي في الاتش ناقص الاتش اي على لين ار كابيتال على ار ويل. اللي ما فهمش اي حاجه في الاثبات ده او في العنوان الثالث، هيفهم اكتر في العنوان الرابع. حد فتح المايك، قول اتفضل. هو لو ال اتش اي اصغر من الدي ده بقى تصرف اسمه تصرف مشترك. التصرف المشترك ده ليه معادلات تانية بس مش هنستنتجها، هتاخدها كده جيفن وهتبقى معاك في الامتحان. باشمهندس حضرتك بتقول الار من بدايه البير هنا لحد اللي هي لحد نهايه عمل البير الار كابيتال. تمام تمام. دلوقتي هي باينه دايما بتبقى في نهايه بدايه المجرى المائي هنا. طب المجرى المائي ده لو بعيد شويه، ما هو انت هقول لك على حاجه، انت لو المجرى المائي
لقيت ان ممكن يبقى قبل المجرى المائي. يعني هو زميلنا عاوز يقول ايه، في كده نقطه انا عايز اقول لك عليها برضو، لان الكلام ده هيبان معانا في التصميم الاسبوع الجاي. البيره اهو يا جماعه، ماشي، وانا ماشي طوالي 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 طوالي، مصدر الميه هنا، ده مصدر ميه ترعه او مصرف، ماشي. خلينا بس عشان تبقى برضو الدنيا علميا مظبوطه نمسح الخط ده، وده مثلا منسوب الميه اهو، ده منسوب الميه الايه الاصلي الطبيعي، وانا عايز انزح الميه، ونرسم برضو كده طبقه الرمل عشان يبقى تصرف ارتوازي. دي طبقه الرمل، وهنا دي طبقه كلي فوق وتحت، هي محصوره بين طبقتين غير منفذتين، وبدات انزح الميه. لقيت لما جيت انزح الميه ان الشكل اللي اتكون معايا اللي هو شكل المنحنى النسح كان واخد الشكل ده، يعني ايه؟ يعني البير انتهى عمله بعد المسافة دي اللي هي الار كابيتال، لكن مصدر المية لسه بعيد، فساعتها اخد نص القطر دائرة التأثير، هي المسافة دي ولا من اول البير لغاية اقرب مصدر مية؟ لا، هناخدها المسافة دي. يعني انا هعرفك اصلا السكشن الجاي ان سواء في الابار الابرية اللي هي ال او نص قطر دائرة التأثير في الابار العميقة اللي هي الار، بتأخذ القيمة الاقل من قيمتين. ما تكتبش ورايا الكلام ده، هتاخده السكشن الجاي. بتأخذ القيمة الاقل من قيمتين، القيمة الاولانية بعد اقرب مصدر مية اللي هو من هنا لهنا، والقيمة التانية هي قيمة محسوبة بمعادلة هتديك ايه البعد الصغير ده، في معادلة هناخدها السكشن الجاي بتديك قيم تقريبية لنص قطر دائرة التأثير اللي هي المسافة الصغيرة اللي بعدها بينتهي عمل البير. فساعتها الار كابيتال دي بناخد القيمة الأقل من القيمتين دول. أنا كده جاوبت على سؤالك؟ تمام. الكلام ده هيبان اكتر السكشن الجاي، ان لو في تداخل او عندك مصدر ميه بعيد ساعتها مش هناخد بعده، هناخد قيمه تانية بتتحسب من معادله هتحسب لك نص قطر دايره تاثير البير، وبتاخدها لو هي كانت اقل من بعد اقرب مصدر ميه اللي هو ال كابيتال. ماشي، عموما القصه دي هنحكيها السكشن الجاي، فايه فسيبك منها دلوقتي، ما تكتبش حاجه ورايا. تعالى بقى ندخل على الايه، على العنوان الرابع والقبل الاخير. خلاص العنوان ده سهل بقى، خلاص اللي فهم من العنوان الثالث هتلاقي العنوان الرابع سهل. بير عميق، عرفنا يعني ايه بير عميق. كل اللي اختلف من العنوان الثالث للرابع ان انا دلوقتي بتكلم عن تصرف جاذبيه، جرافيتي فلو. الجرافيتي فلو تعريفه هو سريان الميه في طبقه الرمل، بس المرة دي طبقة الرمل مش محصورة بين طبقتين، لا ده طبقة الرمل مرتكزة بس على طبقة غير منفذة بس، وبقية الكلام بقى هو البير العميق ونص قطر كبير، والمسافة البينية بين البير والتاني كبيرة، والبير شغال لوحده وبيسحب من جميع النواحي في اتجاه قطري، والكلام ده كله. تعال ندخل على الاستنتاج وتكتب ورايا. دي آخر استنتاج، او ده اخر استنتاج هنطلعه، هم اربعة، ده اخر استنتاج هنعمله. ده استنتاج معادلة لحساب التصرف الناتج عن بير عميق واحد، نوع التصرف تصرف جاذبي. عظيم. ندخل دخلتنا، Q بيساوي AV، خطوات ثابتة، خد شريحة، احسب V، احسب A كامل. قانون دارسي بيقول ان ال V عبارة عن كيف I،
طب والاريا؟ خلاص بقى احنا قلنا ان الاريا عبارة عن اسطوانة، الاسطوانة هتبقى المساحة السطحية ليها عبارة عن محيط في ارتفاع، المحيط مش هيتغير 2 باي ار برضو. طب والارتفاع فاكر ما بقاش ثابت، الارتفاع للأسف بقى اتش، ده انا لو خدت اسطوانة هنا غير لما اخد اسطوانة هنا غير لما اخد اسطوانة هنا غير لما اخد اسطوانة هنا، فبقى الارتفاع هو اتش سمول مش دي كابيتال. الاي زي ما احنا متعودين هي دلتا اتش باي دلتا ار، عوض الاريا ب 2 باي ار اتش والفي بكي دي اتش باي دي ار، نفصل ونكامل خلاص، تكامل واحد على الار دي عارفينها، تكامل الاتش اتش تربيع على او اتش تربيع على 2، ونعوض بحدود التكامل خلاص بقى. انا بقيت ماشي بسرعه لان الكلام ده بقى بالنسبه لك متكرر، ممكن استنى دقيقه في الاخر لو حد بينقل ورايا هسيب السلايد في الاخر دقيقه. نظبط بقى شكل المعادله بتاعتك، هتلاقي ان في الاخر المعادله النهائيه بتقول ان الكيو بيساوي باي كي في اتش سكوير ناقص اتش اي تربيع على لين ار كابيتال على الار ويل. نفس الاثبات على فكره الاثبات اللي فات بالظبط، كل اللي اتغير ان بدل هنا وانت بتحسب الاريا حطيت اتش بدل دي كابيتال، هو ده دايما اللي بيتغير من التصرف الارتوازي للجاذبيه، ان بدل الدي كابيتال بتحط اتش سمول. طيب انا بس مستني عشان لو حد بينقل ينقل بسرعه يعني. تعالى بقى السلايد الجايه دي هي مش عندك في الورق لو انت طابعه فهتكتبها ورايا. المفروض ان المعادلات دي انت مطلوب منك استنتاجها، وبالتالي ممكن في مسألة النزح، هو الطبيعي طبعا المعادلات دي خلي بالك معادلات النزح كتير، احنا خدنا دلوقتي اربع حالات واستنتجنا معادلات التصرف الناتج عنها، بس في حالات تانية انت لسه هتاخدها حتى المحاضرة الجاية، في حالات تانية ممكن تقابلك في الحياة العملية فمعادلة التصرف بتتغير. طب واحنا هنقعد بقى نستنتج فيهم كلهم؟ لا، احنا هنكتفي باستنتاج الاربع حالات دول بس. طب انا هحفظ المعادلات دي؟ لا برضو، المعادلات دي انا اصلا بديك كمان سيكشن او اتنين ورقه مجمعه كده فيها القوانين كلها، ده دي ليك انت للاستخدام الشخصي في الدراسه. اما بالنسبه للامتحان المعادلات دي بتبقى جيفن بس، بيديك بقى كام يعني، مثلا بيديك 3 4 معادلات او معادلتين وانت هتبقى محتاج تستخدم منهم معادله واحده بس، تخلي بالك انه مش هيكتب لك المعادله دي بتاعت انهي حاله، عارف اللي هو الشغل ده انت اكيد مريت بيه بماده الهيدرولوجيا، المواد اللي فيها قوانين كتير. هنستنى بس الاذان ونكمل بعد الاذان يا شباب.
ماشي تمام كده، احنا رجعنا تاني. فانا بقول لك ان انت في الامتحان بيديك مثلا معادلتين او ثلاثة او اربعة، بس ما بيقولكش المعادلة دي بتحسب ايه، ما بيقولكش المعادلة دي لأنهي حالة. فبس السلايد ديت حاجة بيني وبينك، بقول لك ازاي تفرق بين المعادلات الاربعة اللي فاتوا دول لو انت مش عارف تستخدم انهي معادلة في المسألة بتاعتك. فخلينا كده نتكلم بالبلدي خالص، هتكتب ورايا ملحوظة بالبلدي خالص. ايه بقى الملحوظة دي؟ لو المعادلة بتاعتك، اكتب كده ورايا، لو المعادلة بتاعتك فيها علامة الباي ده اهي اللي هي 3.14، لو المعادلة بتاعتك فيها علامة الباي اعمل سهم كده، دي معادلة ديب ويل. بص كده على المعادلتين بتوع الديب ويل، هتلاقي فيهم علامة الباي، انما معادلات الويل بوينت مفهومش علامة الباي. دي اول ملحوظة. تاني ملحوظة بقى، لو المعادلة بتاعتك ال H فيها متربعة اعمل سهم واكتب ان هي جرافيتي فلو. يبقى اذا تفرق ازاي ما بين الاربع معادلات؟ لو المعادلة بتاعتك فيها باي يبقى هي معادلة ديب ويل، لو المعادلة بتاعتك ال H فيها متربعة يبقى هي معادلة جرافيتي فلو. بس بالملحوظتين دول هتعرف انت داخل على انهي اربعه من الاربعه، على انهي معادله من الاربعه. يعني لو بصيت انت عايز مثلا معادله التصرف الارتوازي اللي هو ارتيزيان فلو ويل بوينت، تقول ويل بوينت، يبقى اذا المعادله بتاعتك ما فيهاش باي، يبقى يا دي يا دي. الملحوظه الثانيه، انا عايز ارتيزيان فلو، ده لو الاتش متربعه يبقى جرافيتي فلو، وانا عاوز ارتيزيان، يبقى الارتيزيان الاتش فيه مش متربعه، يبقى انا هاخد الايه، المعادله الاولانيه دي. بس دي كده ملحوظتين تقدر من خلالهم تعرف تدخل على انهي معادله من الاربعه. تعال ندخل بقى على العنوان الاخير وموضوع اسمه البامبنج تيست، او بالعربي تجربه الضخ. ايه تجربة الضخ دي يا باشمهندس؟ السكشن اللي فات خلاص الجزء الاستنتاجات خلص، الجزء اللي جاي ده بقى جميل وسهل جدا ومسائل مباشرة والدنيا فيه زي الفل. ايه تجربة الضخ دي؟ السكشن اللي فات انا قلت لك او اتكلمت معاك عن موضوع معامل النفاذية، ورجعت معاك على موضوع النفاذية، وقلت لك ان انا عندي اختبارين في المعمل بقيس بيهم معامل النفاذيه. كلام بيني وبينك كده، بس بيني وبينك يعني ما تكتبوش، اختبارات المعمل دي مش مظبوطه قوي، مش بتقيس نفاذيه التربه الحقيقيه. وبيني وبينك برضو الكلام ده بيني وبينك ما تكتبوش، لو انت بتعمل ديزاين انت المفروض ان انت لما بيطلب منك تقرير نسح مياه جوفيه او نسح او ديزاين لنظام النسح ده في الحاله العمليه، بتعمل جسات عشان تعرف القطاع الجيولوجي للتربه، تعرف التربه بتاعتك يا رمل ولا طين ولا، فبتعمل جسات، فتلاقي مثلا ان التربه بتاعتك فيه رمل، والرمل ده هيسبب ايه، سريان لميه، وهتبقى عندي مشكله ميه، فتبقى عاوز تنزح وتبقى عاوز تصمم نظام النسح. فتيجي تصمم نظام النسح، يعني في بقى ناس ممكن تعمل خلاص هي معاها عينات من الجسات اللي انت خدتها من الموقع، تجيب العينه دي تعمل بيها اختبار في المعمل اللي هو الكونستانت هيد تيست، لان هي طبعا عينه رمل، احنا اتفقنا الاسبوع اللي فات ان الرمل والزلط بنعمل عليه الكونستانت هيد تيست، انما الطين والطمي بنعمل عليه الفولينج هيد تيست او الفاريبل هيد تيست. تمام، ده الاسبوع اللي فات الكلام ده احنا خدناه، اختبارين بتوع المعمل. فاحنا بنجيب العينات دي ونروح المعمل نعمل اختبار الكونستانت هيد تيست، نجيب الكي اللي هو معامل النفاذيه،
وابدا اصمم احسب الكيو ونشوف بقى الاسبوع الجاي احنا بنصمم ازاي. لكن اللي احنا عاوزين نعرفه دلوقتي ان انا اكيد عشان اعرف اصمم محتاج اعرف معامل النفاذيه بكام. طيب كل الناس بتعمل كده؟ قال لك لا. في بقى ناس تانيه ماشيه بفلسفه تانيه. ايه؟ قال لك هو الحياه العمليه والعلم وكتب ثانية واحدة عشان الإقامة بس. الحياة العملية ومن كتر التصميم ومن كتر إجراء اختبارات تحديد معامل النفاذية بقى في جداول اقدر ابص فيها كده، يعني الاقي ان المعتاد مثلا ان معامل نفاذيه الرمل مثلا من 1 لـ 3 والزلط من 3 لـ 5. في جداول كده على فكره في السويل بتديك قيم امبيريكال تقريبيه للمعامل النفاذيه بتاع الرمل والزلط والطين والكلاي والكلام ده كله. ففي ناس برضو بقى ما بتيجي تصمم ما بتعملش اختبارات في المعمل ولا اي حاجه، هي بتعمل جسات بتشوف التربه بتاعتها مثلا كانت رمل، تدخل على جداول موجوده في السويل كتب السويل الرمل معامل النفاذيه بتاعته من 1 لـ 3، تاخد هي مثلا رقم متوسط تاخد 2 وتشتغل ان هي دي معامل النفاذيه وتشتغل وتصمم. بس تلاقي الناس دي تكتب لك بند في التوصيات في التقرير تقول لك انا صممت لك على معامل النفاذيه بيساوي 2، بس قبل تنفيذ نظام النسح اللي انا صممته لك دوت مطلوب من المقاول اجراء تجربه ضخ اللي هو البامبنج تيست في الايه في الموقع. ما هو ده اصلا الاختبار الحقيقي اللي زي ما انا قلت لك مش معيوب، هو بيقيس معامل نفاذيه حقيقيه في الموقع، فيكتب لك الملحوظه فمطلوب من المقاول اجراء تجربه الضخ قبل تنفيذ نظام النسح المصمم وحساب معامل النفاذية والعودة إلي مرة أخرى. يعني المهندس يقول للإيه للمقاول اعمل الأول تجربة الضخ وارجع لي تاني قول لي الكي طلعت معاك بكام. لقيت إن الكي والله تقريبا بتساوي 2 خير وبركة، أقول له خلاص الديزاين ده أنا اعتمدته كمل عليه. لقيته بقى أكبر من 2 أو أقل من 2 قوي يعني والدنيا مش قريبة، اقول للمقاول طب ثانيه واحده بقى انا هعمل ريديزاين على الكي اللي انت بعتها لي وابعت لك تصميم جديد. طيب كل اللي انا حكيته لك دوت مجرد دردشه بس تفتيح دماغ، انما انا المطلوب منك الجملتين جايين دول، انت عندك اختبارات معمليه لحساب معامل النفاذيه كونستانت هيد تيست فولينج هيد تيست السكشن السابق، وعندك اختبار حقلي او في الموقع بنحسب منه معامل النفاذيه اسمه تجربه الضخ، والاختبار الحقلي افضل من الاختبار الايه المعملي بيبقى ادق بيطلع قيم ادق. تمام، يبقى اذا البامبنج تيست الغرض منه ده اختبار حقل الغرض منه تحديد معامل النفاذيه للتربه. طب ايه بقى ايه فكره البامبنج تيست ده؟ بغض النظر عن خطوات الاختبار انا عايزك برضو تبقى عارف هو فكره الاختبار جت منين. بص كده على الرسمه اللي انا او الصوره اللي طلعت لك دي، فاكر ايه ده؟ دي مجموعه او ده بير عميق، اسف ما دام كاتب لك ار ويل يبقى ده بير عميق، وكاتب لك الريديوس اوف انفلونس وده واضح ان هو تصرف ارتوازي لان طبقه الرمل محصوره بين طبقتين وهكذا. لما ترجع كام سلايد ورا هتلاقي ان معادله حساب التصرف الناتج عن بير عميق واحد ونوع التصرف تصرف ارتوازي هتلاقيها هي المعادله دي. طب ما تلاحظ معايا حاجه كده، هي فين اللي انا عايز احسبها؟ معامل النفاذيه فين؟ معامل النفاذيه اهو كي
قال لها يعني انا لو معايا كل حاجه في المعادله دي حتى الكيو معايا، الكيو كده معايا معطى، مش عايز احسبها، دي اصلا معطى. فلو معايا كل حاجه من المعادله ما انا اقدر احسب كده معامل النفاذيه اللي هو الكي. فايه فكره الاختبار؟ فكره الاختبار ان انا هجيب بير، ادق بير عميق واحسب تصرف البير العميق دوت اللي هو الكيو. احسبه ازاي؟ ده كيو ده فوليوم على يعني حجم على زمن. الكيو ده التصرف عباره عن فوليوم على التايم. فاذا هات شويه حجم وقيس الزمن حجم على زمن اداك التصرف، فالتصرف ده حسبته سهله. طيب ادي سمك الطبقه الحامله للميه، ده المفروض هبقى عارفه من قطاع التربه، من قطاع الجيولوجي للتربه من الجسات. طيب الار كابيتال نص قطر دائره التاثير، والاتش كابيتال والاتش اي والار ويل، المفروض كل الحاجات دي معايا. فلما يبقى معايا كل البارامترز اللي موجوده في المعادله اقدر احسب الكي. دي فكره الاختبار. فتلاقي خطوات الاختبار بيقول لك ايه؟ اول حاجه هنحفر البير. خلي بالك هو بير واحد، انا ده مش ناتج عن تصميم عدد ابار بقى كذا والمسافه البينيه كذا، لا لا ده مش تصميم، ده اختبار. انا بدق بس بير واحد كفايه. فبنحفر بير عميق في الطبقه المراد تحديد نفاذيتها. تمام، حفرنا البير. تاني حاجه بنحفر حاجه اسمها ابار رصد او observation wells. ايه بقى ابار الرصد دي؟ قال لك بنيجي على بعد مسافه مثلا وليكن ار 1 نحفر بير كمان، بس بيبقى بير ملاحظه، يعني البير ده مش هينزح ميه. البير اللي هينزح ميه والفيل اللي فيه المضخه اللي هتسحب وتنزح الميه هو البير العميق الاصلي. باجي على بعد ار 1 باخد بير ملاحظه. هقول لك بيعمل ايه دلوقتي بير الملاحظه ده. وعلى بعد ار 2 باخد بير ملاحظه كمان. طيب بير الملاحظه ده بقى ايه الفايده منه؟ قالك بير الملاحظه ده بيستخدم لقياس مناسيب الميه. يعني انا باجي على بعد ار 1 واخد بير علشان اعرف منسوب الميه اللي هو الاتش دي بكام. يعني دي اتش 1، عايز اعرف الاتش دي بكام. وعلى بعد ار 2 باخد كمان بير ملاحظه علشان اعرف منسوب الميه بكام اللي هو الاتش 2. يبقى انا دلوقتي حفرت ابار ملاحظه، البير الاولاني على بعد ار 1 بيقيس لي منسوب الميه اللي هو الاتش 1، والبير الثاني على بعد ار 2 بيقيس منسوب الميه اللي هو الاتش 2. طب وبعدين يعني يا باشمهندس انت ليه بتقول لي اعمل كده؟ قال لك علشان بدل ما ندخل في قصه هي الار بكام اللي هو نص قطر دايره التاثير والاتش اي بكام، بدل ما ندخل في القصص دي هشيل الاتش كابيتال واحط مكانها اتش 2، بس في نفس الوقت اشيل الار كابيتال دي واحط مكانها ار 2، واشيل الاتش اي واحط مكانها اتش 1، واشيل الار ويل واحط مكانها ار 1. كأني كنت بقول لك يا باشمهندس وانت بتستنتج المعادله خلي حدود التكامل بتاعتك اللي انت هتكمل عليها من ار 1 لار 2، بس في نفس الوقت بقت حدود التكامل بالنسبه لاتش من اتش 1 لاتش 2. المعادله ما زالت صحيحه يا باشمهندس. يبقى اقدر اشيل اتش كابيتال واحط اتش 2، بس في المناظر ليها احط ار 2،
واقدر اشيل الاتش اي واحط اتش واحد، وبالتناظر ليها لازم احط مكان الار والار واحد. دي فايده الايه؟ ابار الرصد، ان انا بحطها على مسافات معلومه من البير العميق وبقيس فيها مناسيب المي. بس خلاص كده يا باشمهندسين الموضوع خلص. طبعا منسوب المياه الجوفي الاصلي بنحدده اللي هو الاتش كابيتال، بس ده زي ما انا قلت لك لو انت عملت ابار ملاحظه فانت مش لازم تحدد الاتش كابيتال خلاص. المهم في المعادله دي دايما انك الاتش اللي تاخدها هنا تاخد قدامها نص القطر المناظر ليها، لا اكثر ولا اقل. دي القاعده اللي انت تمشي عليها. يبقى ممكن تكتبها ملحوظه هنا يا باشمهندس، خد سهم كده من المعادله واكتب ملحوظه لنفسك دايما في المعادله دي تاخد الاتش ونص القطر او الار المناظر ليها، تاخد الاتش ونص القطر اللي هو الار المناظر ليها. خلاص يا راجل بقى بيقول لك بنبدا بقى نضخ الميه، بنشغل المضخه بتاعتنا عشان تبدا تنزح الميه لغايه ما تنزح الميه، واحسب الكيو وبعوض في المعادله ديت اقدر اجيب الكي لان كله هيبقى معلوم ما عدا الكي. ده اختبار اسمه تجربه الضخ او البامبنج تيست، وده اختبار طبعا زي ما انت شايف المعادله دي مستنتجه واختبار في الموقع بالقطاع الجيولوجي الحقيقي للتربه، فطبعا اختبار 10 على 10 دقته كويسه جدا في حساب معامل النفاذيه. عندنا بقى مسألتين تعويض مباشر في موضوع البامبنج تيست ده، سهلين جدا. تعالى بس اقرا معاك المسأله يعني اتفرج معايا ازاي اترجم المسأله دي لمسأله مرسومه. انت لازم ترسم المسأله علشان تعرف تحلها. هحاول ارسم معاك بنعكشه كده تحت هنا، والسلايد الجايه هيبقى معاك الرسمه نظيفه. بيقول لك ان انا عندي طبقه رمل A layer of sand 8 meter thick lies beneath a clay stratum 4 meter thick، يعني واقعه تحت طبقه طين 4 متر، and above a bed of thick shale، وواقعه فوق طبقه شيل سميكه. طبقه الشيل دي طبقه غير منفذه. طيب يبقى انا لو عندي ده سطح الارض الطبيعيه هيبقى عندي مثلا دي طبقة الرمل وهنا في طبقة غير منفذة وهنا عندي طبقة غير منفذة. اللي أنا عرفته دلوقتي إن الطبقة العلوية دي 4 متر والطبقة السفلية دي 8 متر. طبعا الرسمة منعكشة زي ما أنا قلت لك بس هتبان إيه السلايد الجاي. طيب A well was driven to the top of the shale، بيقول لك إن في بير. خلي بالك تلاحظ ان هو عمال يشرح لك تجربه الضخ. بير حفرناه لغايه اعلى طبقه الشيل اللي هي الطبقه اللي تحت دي. هو بيقول لك خلي بالك انا حفرت البير لغايه تحت خالص لغايه هنا. قال له هو انا ممكن ما احفرهاش لغايه هنا؟ اه. سيكشن جاي، سيكشن جاي واللي بعده، هتعرف ان الابار مش شرط تنزل لتحت خالص كده. And water was pumped out at the rate of كذا. قال له الكيو اهي، اداك الكيو. Two observation boreholes were driven through the clay at 10 and 20 meter. خد بير ملاحظه هنا على بعد 10 متر، وخد بير ملاحظه هنا على بعد 20 متر. And the water was found to rise to levels of 3.1 and 2.7 below the ground surface. قال لك لما عملنا نسح المية عملنا نسح للمية ورسمنا الشكل البارابوليك ده اللي هو المنحنى، لقينا ان سطح المية في البير الاولاني اسفل سطح الارض الطبيعية بمقدار 3.1 متر، يعني المسافة دي 3.1. وفي البير الثاني وجدنا ان الميه تحت سطح الارض الطبيعيه
بمقدار 2.7. وبيقول لك منسوب المياه الابتدائي يا باشمهندس، منسوب المياه الاصلي كان 1 متر تحت منسوب سطح الارض الطبيعيه، يعني كان هنا مثلا، يعني المسافه اللي هي من هنا لسطح الارض الطبيعيه لمنسوب المياه الاصلي كان 1 متر. دي تجربه الضخ. فطبيعي جدا يقول لك اول مطلوب عايز الكوفيشنت اوف بيرميابيلتي، تاني مطلوب عاوز الراديوس اوف انفلونس، نص قطر دايره التاثير. خلي بالك الجمله دي هي تعريف نص قطر دايره التاثير اهو، which is a bumping has no effect on the initial water level. خلاص الضخ ما بقاش ليه اي تاثير على الميه، ده تعريف نص قطر دايره التاثير. افتر ويتش اللي من بعد القطر او نص القطر ده تاثير البير بينتهي. دي الرسمه بقى على النظافه، انا بس كنت حبيت اناقش معاك عشان اعرفك بترسم المساله ازاي. دي 8 متر سمك طبقه رمل، ده الواحد متر اللي هو منسوب المياه الاصلي كان اسفل منسوب سطح الارض الطبيعيه بواحد متر، واحد وتلاتة يدوك الاربعه سمك طبقه الطين كلها. لما خد ابار ملاحظه على بعد 10 متر و20 متر وجد ان منسوب المياه عند البير الاولاني تحت سطح الارض الطبيعيه بمقدار 3.1 وهنا بمقدار 2.7، بس انا الاتشات اللي هي الاتش 1 والاتش 2 اللي بحتاجهم في المعادله هي المسافة دي والمسافة دي. طب تحسبها ازاي يا باشمهندس؟ سهلة. قال لك يبقى 8 زائد 4 اللي هو البعد ده كله، 8 و4 12، تطرح منها 3.1 يديك 8.9، وتطرح منها ال 2.7 يديك 9.3. دي ال H1 وال H2 وال R1 ب 10 وال R2 ب 20. المعادلة ديت احنا خدنا النهاردة 4 معادلات ومعاك في الامتحان جيفن 4 معادلات، فاسأل نفسي هدخل لأني معادلة؟ أقول لنفسي ده بير عميق، يبقى أدور على المعادلة اللي فيها علامة الباي وألاقي إن أنا عندي التصرف أرتيزيان فلو. عرفت منين؟ رسمت المسألة بتاعتي. أنت لو ما رسمتهاش مش هتعرف هو التصرف ارتوازي ولا جاذبية أصلاً. فرسمت المسألة بتاعتي لقيتها ارتيزيان فلو، يبقى أنا عايز الاتش مش متربعة. إيه الاتش ما هياش متربعة. عرفت المعادلة اللي أنا أعوض بيها جبتها. ونبدأ نعوض تعويض مباشر. الكيو معايا، الدي معايا، ار1 ب 10، ار2 ب 20، اتش1 معايا، اتش2 معايا. تعويض مباشر أجيب الكي. طيب المطلوب الثاني كان عاوز الراديوس اوف انفلونس. الراديوس اوف انفلونس انا قلت لك ان المعادله دي قلت لك اكتب ملحوظه انك ممكن تاخد اي اتش بس تاخد بالتناظر الار المقابله ليها. فنفس المعادله هشتغل عليها تاني بس المره دي هاخد الار كابيتال تحت بدل الار 1. ولو عايز وبما اني يعني هاخد الار كابيتال مكان الار 1 يبقى لازم اخد بالتناظر الاتش كابيتال يا باشمهندس. وخلي بالك معامل النفاذيه اللي كان مجهول خلاص انا حسبته من الخطوه رقم 1. طب الاتش كابيتال دي بكام؟ برضو من الرسمه بتاعتك هتقدر تقول ان هي ب 8 زائد 3 اللي هو الارتفاع ده كله، يبقى اذا هي ب 11 متر. كله معاك معلومه يا باشمهندس ما عدا الار كابيتال. تقدر تحسب الراديوس اوف انفلونس يطلع ب 380. عايزك تتخيل بس الرقم، انت متخيل نص قطر دايره التاثير ب 380؟ يعني البير بتاعك لما تمشي منه مسافه 380 متر خلاص البير انتهى عمله، مش قادر ينزح ميه بعد المسافه دي خلاص. اخر حاجه خالص في السكشن المساله الثانيه هي برضو بامبنج تيست،
بس المسألة اللي فاتت كان نوع التصرف تصرف ارتوازي، كانت المسألة ارتيزيان فلو. المسألة الجاية هي مسألة جرافيتي فلو. بيقول لك during preparations for a bombing test a well was sunk through a stratum of dense sand 10 meter and into clay of very low permeability beneath، يعني طبقة رمل 10 متر وتحتها كلاي وما قالش ان في اي فوقيها اي حاجة. يبقى اذا المسألة بتاعتك ادي الرمل 10 متر، المسافة دي 10 متر مرتكز على طبق الطين تمام، وخد observation hole أبار رصد، عمل بيرين برضو، بير على بعد 15 متر والبير التاني على بعد 60 متر تمام. ادي البير الاولاني وادي البير التاني. بيقول لك the water in the well and the observation holes stood originally at the same level 2.8 meter below the top of the well. يعني ايه؟ قال لك قبل ما ننزح الميه هو دلوقتي ده البير العميق والابار الرصد، فقبل ما ينزح الميه وجد ان منسوب الميه الابتدائي الاصلي جوه الابار كان 2.8 متر اسفل سطح الارض الطبيعي تمام. طيب بعد الضخ، قال لك بعد ما بدانا نضخ لقينا ان الكيو كانت 24.8، بس خلي بالك من الوحدات متر كيوب بر اور تمام. وقال لك وجدنا كمان ان منسوب الميه في بير الملاحظه اللي على بعد 15 متر انخفض 2.12 او 2.12 متر او 2.12 من 100. يعني ايه؟ يعني بيقول لك البير اللي على بعد 15 متر وجدنا ان الميه انخفضت 2.12 من 100 متر اللي هو المسافه دي، والبير اللي على بعد 60 متر وجدنا ان الميه انخفضت عن منسوبها الاصلي 54 من 100 متر. نفس المطالب بتاعت المساله اللي فاتت، عاوز معامل النفاذيه وعاوز نص القطر دايره التاثير. ما دام رسمت الرسمه وعرفت ترسمها اول حاجه هتقدر تاخد بالك ان ده تصرف جاذبيه، وتاخد بالك ان ده بير عميق، وبالتالي هتبقى عارف المعادله اللي هتدخل وتستخدمها في المعادلات الجيفن في الامتحان هي انهي معادله، المعادله اللي فيها الباي عشان هي ديب ويل، والمعادله اللي فيها الاتش متربعه علشان ده تصرف جاذبي. الخطوه الاولانيه دي بس علشان الكيو كانت معطى بالمتر كيوب بر اور، فهو بس حولها المتر كيوب بر سكند قسم على 60 في 60. خلاص يا باشمهندسين الدنيا سهله خالص، كل حاجه معطى في المعادله ما عدا الكي. تعويض مباشر هنقدر نحسب الكي اللي هو معامل النفاذيه، طلع ب 1.636 في 10 سالب 4 متر على الثانيه. الثاني والاخير الريديوس اوف انفلونس بنفس الاسلوب زي ما احنا اتعلمنا. انا عاوز اتعامل مع الار كابيتال المره دي، يبقى اذا هروح احط مكانها كمان في الاتشات الاتش كابيتال تربيع اللي هي الاتش المناظره ليها، والاتش هنقدر احسبها طبعا هتبقى عباره عن سمك طبقه الرمل الكلي اللي هو 10 متر ناقص 2.8 يدينا الاتش كابيتال بكام. تروح تعوض تعويض مباشر كل حاجه جيفن في المعادله بتاعتك ما عدا الار، تحسب الار هتلاقي انه نص قطر دايره التاثير ب 104.95 متر. طيب هو كده خلاص الحمد لله السكشن خلص. السلايد الثاني هو احنا خدنا ال H 10 متر يعني لحد سطح الارض، ولا المفروض اخدها لحد اللي هو ارتفاع الميه في مصدر الميه؟
بص ال اتش دي دايما لو انت عاوز تكتبها ال اتش دي دايما يعني الارتفاع لغاية منسوب المياه الأصلي الابتدائي، يعني من هنا لغاية هنا، بس دي ما كانتش تمام. جيفن في مسألة مباشر، لا هو كان بيقول لك ان الرمل كله اللي هو من هنا لهنا كان سمكه 10 متر، وقال لك ان منسوب المياه الابتدائي اللي هو ده كان اسفل سطح الارض بمقدار 2.8 متر، يبقى لما اطرح ال 2.8 من العشرة يديني ال H كابيتال. تمام، يعني لو مش معطى ارتفاع المية في مصدر المية ممكن استخدمها الارتفاع كله او اطرح منها ارتفاع المية الجوفية. لا تاني انا ما فهمتش اخر جملة دي. يعني ممكن استخدمها 10 متر كلهم ولا لا ما هطرح ينفعش، منها؟ لا لا ال 10 متر دي تنساها خالص. ال 10 متر دي بص لو انت حتى بصيت على المسألة دي ما انا هنا كنت عايز، لو انا كنت عاوز اجيب الاتش كابيتال ده، دي المسألة الأولانية. الاتش كابيتال دي بكام؟ ب 11 متر. ال 11 متر دي جت منين؟ 8 دي زائد الثلاثة دي، دايما بتقيس الاتش لغاية منسوب المية الأصلي، مالكش دعوة بسطح الأرض. ف8 زائد 3 تمام، يديني 11. يعني هو لو مش مديها لي صريحة هطرح الارتفاع الكلي ناقص هو مش الفرق اداك بين، صفحة، انت اللي بتستنتجها من الرسمة بتاعتك. يعني بص برضه لو احنا أقصد جبنا يعني مش الرسومات مديني ارتفاع الطبقات، ال H أنا كابيتال خدت ايه؟ فعلا. تمام؟ انت اصلا ما تمام بتبقاش معطى جيفن في المسألة، انت بتستنتجها من الرسمة بتاعتك. تمام حد عنده أسئلة تانية؟ كان في ملاحظة السكشن اللي فات، قلنا في الجزء اللي هو كيو الاوبل وكيو الاوبل نت وال كده، افتكرتها مش قلنا هنقولها هنقولها بس السكشن هنقولها دلوقتي، هنقولها دلوقتي سهل. تمام. طيب خلاص يا شباب كده انا السكشن ده بالنسبة لي كده خلص. بالنسبة للغياب انا يعتبر خدته، يعني انا النهارده ده اول سيكشن هاخد فيه غياب، بس انا خدت الغياب خلاص، بس مش هنادي على اسماء، يعني خدت الغياب من التيم نفسه، يعني من الناس اللي حضرت متسجله ان هي حضرت انا خدت غيابها، بس توقع مني في اي سيكشن قدام ان انا ممكن انادي على اسماء، بس انا بتكلم على النهارده انا خدت الغياب من البرنامج نفسه. طيب بالنسبه بس للنقطه بقى، الملاحظه اللي الباشمهندس بيسال عليها، ثانيه واحده هجيب بس الباوربوينت. هنختم بالملاحظة دي وبعد كده ايه تتوكلوا على الله. بصوا يا شباب السلايد دي انا كنت اتكلمت معاكم السكشن اللي فات، المصطلحات دي قلت لكم مهمه قوي، انك تعرف تفرق ما بين كيو التيميت وكيو التيميت نت وكيو الاوبل نت وكيو الاوبل. وقلنا بالبلدي خالص ان كيو التيميت انت بتيجي عند منسوب التاسيس وتشوف التربه بتاعتك هتقدر تشيل اجهاد كامل قد ايه، اجهاد كامل كلي تربه، يعني تربه فوق دماغها اللي هو الردم اللي انا هردمه بعد كده، وعمود، كنا في بلدي كده بنقول تربه وعمود او ردم وعمود. الكيو التيمت نت قلت لك لا انا عايز احسب التربه تقدر تشيل قد ايه من العمود بس، فكنا بنخصم وبنطرح من الكيو التيمت وزن الردم. وبعد كده قلت لك ناخد بقى معامل امان، فقمنا قاسمين الكيو التيمت نت على فاكتور اوف سيفتي عشان يبقى معايا كيو الاول نت، فالكيو الاول نت دي
قلنا ده الناتج عن العمود بس متاخد فيه معامل امان. ورجعت اقول لك ان الكيو الاول هنزود على الكيو الاول نت دي وزن الرد، يبقى ده الاجهاد اللي تقدر التربه تشيله عند منسوب التاسيس كلي عمود ورد بس متاخد فيه معامل امان. المفروض ان انت الكلام ده خلاص احنا اتكلمنا فيه وتعبنا فيه الاسبوع اللي فات، انا مش جاي افكرك بيه. انا بس ايه الملحوظه بقى اللي انا كنت عايز اقولها، هنت بس صغير كده، هي السلايد باينه صح؟ لا كده طلع بره. لا كده باينه. ايوه كده ظهر. تمام. بص يا باشمهندس، احنا جبنا كيو التيمت، طرحنا منها وزن الردن، جبنا كيو التيمت نت، قسمنا على فاكتور اوف سيفتي جبنا كيو الابل نت، زودت تاني وزن الردن جبت كيو الابل. السؤال بقى، دي بقى الملحوظه اللي انا كنت عايز اقولها، احنا علشان نجيب الكيو الابل نت خدت الكيو التيمت نت قسمتها على فاكتور اوف سيفتي، طب ليه ما خدتش الكيو التيمت ده اهي وقسمتها على طول على فاكتور اوف سيفتي علشان تديني الكيو اللابل اللي تحت دي؟ ما الكيو التيمت دي ردم وعمود، اقسمها على فاكتور اوف سيفتي يديك كيو اللابل ده اهي اللي هي برضو ردم وعمود بس متاخد فيها معامل امان. ليه ما قسمناش الكيو التيمت على طول على فاكتور اوف سيفتي فيديني الكيو الاول بدل ما اطرح واقسم على معامل الامان وارجع اجمع تاني؟ هو زي الردم مثلا ما تاخد له معامل امان بقى، صح اللي هو كده؟ ايه بتقول الجزء ايه يا بتاع احمد؟ الردم يعني ماله مش هينفع اخد له معامل امان، هو ماله وزنه هو اللي هيتحط. بالظبط، هي حاجه قريبه قوي من اللي انت بتقوله ده، هو ده تقريبا اجابه السؤال. هي الفكره كلها ان انا باخد دلوقتي، او انا دلوقتي الفاكتور اوف سيفتي اللي انا عايز اخده ده اللي هو من 2 ل 3، انت عندك حاجه اسمها سترينث او مقاومه وعندك حاجه اسمها احمال، فوزن الردم ده يعتبر بالنسبه لك حمل. يعني عشان برضو اقرب لك العمليه، فاكر لما كنا بنحسب مساحه القاعده في سنه ثالثه الترم الثاني، لما كنا بنحسب مساحة القاعدة المنفصلة كنا بنقول إن الأريا عبارة عن بي كولن وركينج، وكنا بننبه عليه جامد وركينج يا باشمهندس، ما هتضربش في واحد ونص، واقسم على الكيو الاوبل نت. كنا بنقول لك وركينج ليه يعني؟ في برضه ملحوظة كده دايما تسمعها كتير، عارف معادلة النورمال ستريس اللي هي السيجما بتساوي ان على ايه؟ زائد ام اكس على الاي اكس في الواي زائد الام واي على الاي واي في الاكس. المعادله ديت من المحرمات في الهندسه، من المحرمات في الهندسه انك تحط سواء الان اللي هو النورمال او الام اكس او الام واي، من المحرمات انك تحطها التيمت، لازم تبقى وركينج. وبالتالي برضو كان من المحرمات انك تقول ان الاريا بتساوي بي التيمت على كيو الاول نت، لا كنا بنقول لك خلي بالك اوعى تنسى، خلي بالك من منطوق المساله، انت بتاخد بي كولن وركينج مش التيمت. يعني انا عايز اقول لك ايه، عايز اقول لك بس الفكره كلها ان احنا ما بناخدش معاملات امان واحنا بنحسب مساحه القواعد في الاحمال، احمال التشغيليه نفسها، في حمل العمود، في وزن الردن، اي لود بناخده زي ما هو بدون اي فاكتور اوف سيفتي. الفاكتور اوف سيفتي بناخده في السترينث نفسها بقى، في الكيو نفسها، في الكيو الاول او الكيو التيمت نفسها. وبالتالي ما كانش ينفع ان انا اقول كيو التيمت على فاكتور اوف سيفتي بيديني كيو الاول،
كان لازم الاول اطرح وزن الردم بدون اي معامل امان وارجع اجمعه تاني بدون اي معامل امان. بس دي معادله او دي ملحوظه بس انا كنت حبيت اقولها بس ما كنتش عارف اقولها ايه السكشن اللي فات. لو ما فهمتهاش او لو كانت هي صعبه مش مطلوبه منك مش ضروريه، هي بس ملحوظه للعالم، معلومه اثرائيه مش اكتر. ان الملحوظه دي جمله القول او ملخصها بتقول ان انت احنا في السويد ما بناخدش معاملات امان في الاوزان ولا في الاحمال وانت بتحسب مساحه القواعد. ودايما افتكرها كده بان المعادله كانت بتقول ان الاريا بتساوي بي كولم وركينج على الكيو الاو نت، فمعامل الامان انت خدته في الكيو الاو نت خلاص بس ما خدتوش في العمود، ما كبرتش وزن العمود وضربته في 1.5 او حمل العمود وضربته في 1.5. فنفس المبدا ونفس الفكره هنا، انا مش عايز اخد اي معامل امان في وزن الردم، مش عايز وزن الردم يتقسم على فاكتور اوف سيفتي ولا يتضرب في فاكتور اوف سيفتي، وبالتالي بناخده زي ما هو نطرحه ونجمعه مره. وصلت كده يا شباب؟ تمام. وصلت ولا انا بقول خزعبلات؟ هي وصلت يعني فهمنا المعنى بس مش عارفين نصيغها شويه، بس يعني الى حد كبير واصله. هي بص انت لو عاوز تصيغها تكتبها هي ملهاش كتابه غير زي ما انا بقول لك كده، ان معامل الامان بيؤخذ في قدره التحمل، قدره تحمل التربه نفسها. لو عايز تكتبها ورايا، معامل الامان بيؤخذ في قدره تحمل التربه، اما وزن الردم ما بين قوسين لود لا تؤخذ فيه معاملات امان، وبالتالي لا يمكن اكتبها بقى بالعاميه، لا يمكن ان نقسم او نقسم الكيو التيميت على الفاكتور اوف سيفتي وبالتالي تدينا كيو الاو. يعني اكتب المعادله دي خاطئه، يعني اكتب وبالتالي الكيو التيميت على الفاكتور اوف سيفتي بيساوي كيو الاو، المعادله دي خاطئه. واكتب برضو تذكر ان الاريا بيساوي بي كولم وركينج على كيو الاو النت، واكتب برضو جنبها ملحوظه ان ما ينفعش اخد بي كولم التيميت، ما ينفعش اضرب اللود نفسه في معامل امان. معامل الامان انت بتاخده في قدره التحمل او في السترينث، ما بتاخدوش في الحمل نفسه. دي ده السبب الرئيسي اللي خلانا نلف اللفه اللي هي ودك منين يا جحا دي، اللي هو طرحت وجمعت. تمام. بس عموما لو الدنيا برضو معصلجه مع حد ممكن اتكلم معاه يسالني فيها، بس هي عموما يسالني فيها لما نتقابل او يسالني فيها على الواتس. بس هي عموما هي معلومه اثرائيه، يعني مش مطلوبه منك قوي تبقى فاهمها، وانت اصلا علشان تبقى فاهمها للامانه لازم تبقى فاهم اصلا التعريفات الاربعه دي. يعني انت لو مش مذاكرهم مش هتفهم اي حاجه من اللي انا قلتها دلوقتي، لان انا اصلا قلت السكشن اللي فات ان انا الملحوظه دي اجلتها مخصوص السكشن ده لان انا عارف هتبقى صعبه اديها السكشن اللي فات. فعلى العموم لو حد لسه ما ذاكرش الفرق ما بين الاربع تعريفات دول يذاكرهم، بعد ما يذاكرهم غالبا هيفهم الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. طيب انا كده خلاص يا شباب، بارك الله فيما رزق، انا كده خلصت. انا خدت غياب زي ما انا قلت لكم من البرنامج. اخر حاجه بس ايه المطلوب منكم وايه المطلوب تسليمه، يعني انا عايز بس بعد كده هنعمل سيستم مع بعض افرق او اكتبهم فرقين ما بين حاجتين. انا كل سيكشن هقول لكم ايه المطلوب منكم تذاكره، ده ليك انت، اقول لك السيكشن النهارده انت ايه المطلوب منك تذاكره وتعمله، ايه بقى المطلوب تسليمه دي حاجه تانيه. ماشي. فانا دلوقتي في ايه المطلوب انك تذاكره او تعمله؟ المطلوب تذاكره او تعمله هتذاكر السكشن بتاع النهارده، خلي بالك ده بقى اول سكشن في السنه، سيبك من السكشن بتاع الاسبوع اللي فات ده كان مراجعه اصلا، انما السكشن بتاع النهارده ده مهم، ده داخل في الامتحان. فهتذاكر السكشن بتاع النهارده وتحل الشيت الاولاني اللي انا هنزله لك كله. خلي بالك الشيت هو نفس اللي احنا قلناه بالظبط، الاربع استنتاجات والمسالتين، يعني شيت انت معاك حله اصلا كله. بس طبعا الموضوع بقى راجع بينك وبين نفسك انت بتذاكر، فطبعا حاول في المسائل لوحدك وبعد كده قارن حلك بالحل اللي في السكشن. يبقى المطلوب منك انك تذاكر السكشن بتاع النهارده
ده رقم واحد. رقم اتنين، تحل الشيت الاولاني في الدي ووترنج. طب ايه بقى اللي انت هتسلمه لي الاسبوع الجاي؟ المسائل رقم 3 و4 و5 و6 و7 في شيت الريفيجن اللي هما بتوع الاسبوع اللي فات. طب التسليم هيبقى ازاي؟ التسليم هيبقى ان انا هعمل لك دلوقتي فولدر في الفايلز جوه التيم في المايكروسوفت تيم، هعمل لك فولدر هكتب لك عليه تسليمات شيت الريفيجن. هتكتب هتحل وهتصور بقى بي دي اف بكام سكانر وترفعه على الايه؟ على الفولدر. يبقى المطلوب تسليمه مسائل رقم 3 و4 و5 و6 و7 في شيت الريفيجن الاسبوع الجاي. وزي ما انا قلت لكم، اي حد هيحصل له اي عذر ويجي يتكلم معايا ان انا حصل عذر او كذا كذا كذا، انا بقبل اعذار مفيش مشكله، بس يعني اقبل عذر، بس يا ريت ما تنقلش الشيت زي ما احنا اتفقنا في اول مره. هقبل اعذار عادي جدا وهاجل معاك ميعاد التسليم. طبعا الكلام ده حالات فرديه مش السكشن كله يعني. حد عنده اي استفسار؟ بعد اذنك يا باشمهندس. بعد اذنك علي صوتك. يعني ممكن بعد اذن حضرتك يعني بعد كده تقول الاسئله اللي حضرت يعني مثلا ايه، عشان بيجي في وقت مثلا التطبيق بيقوم جاي طالع من عندي انا يعني مثلا فاتح على التليفون بيقوم طالع خالص او النت بطيء فبخش تاني مثلا دلوقتي بخش تاني، فممكن حضرتك تاخد الغياب من الوقت اللي انا طلعت فيه وبحاول اخش تاني. اخد غياب امتى؟ طب بص بص قصدي بس هقول لك على حاجة، بس عشان انت في حاجة بفهمك الغياب بيتاخد ازاي. هو البرنامج او البرنامج موفر طريقة ان انا اسجل، يعني بيديني لستة باسماء الناس اللي حضرت ودخلت امتى وخرجت امتى. فانت لو بتقول ان النت لو وقف عندك وبالتالي خرجت ودخلت تاني ما تقلقش، اسمك بيبقى موجود يعني. بيديني بس ملحوظة ان الساعة 10:30 مثلا في شخصية خرجت ودخل تاني بعدها بدقيقة. ده اللي انت تقصده صح؟ آه. لا ما تقلقش. خدت في وقت مثلا ايه الساعه 11:30، فانا كنت ساعتها طلعت بص هو انت الصوت عندك ملقلق شويه فانا مش سامع كويس، بس عموما ما تقلقش من النقطه دي. وعموما عايز تراجعني او انا ممكن ابقى اصور الحضور اللي حضر وصوره وانزلها لكم، بحيث ان برضو لو حد حضر وما لقاش اسمه يعرفه. ماشي بسيطة يعني. ماشي يا شباب، عشان ما اطولش عليكم بقى، عشان احنا كده ده بدأنا ندخل في الفترة الثالثة خلاص. كده احنا معادنا الاسبوع الجاي ان شاء الله، واشوفكم على خير والسلام عليكم. عليكم السلام. سلام.